السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، ما خصنيش نغيب عليكم بزاف، لا تقلقوا ولا شي حاجه يطلع لكم الدم. تحيه لكم. انا حيت هاد اللحيه هادي، خلى ليا الدبانه هادي، قلت له خليها ليا مع الصيف، الدبان عزيز عليه الصيف، قلت لي خلي ليا الدبانه حيت عزيز عليها شويه الصيف، اتبقى الدور من اللي بان ليها السخونيه وداكشي الدور وتجي عندي، هداكشي علاش. تحية لكم. وانا كناكل كنتعشى في هاد الريستورون، هادي ريستورون غير في اتساع والخلا وداكشي راكم عارفين. ايوا المهم تحية لكم كاملين، شكرا عليكم على الميساجات الزوينين. غادي نحبس هاد الكونسيبت ديال العيالات وداكشي، كاين اللي عجبو كاين اللي ما عجبوش، وغندير شي كونسيبت جديد. شبان لكم؟ اقترحوا عليا نتوما شي كونسيبت يكون زويون وخفيف وظريف، فهمتي؟ 4 دقائق 5 احنا ناضين. شبان لكم؟ حق رجل نضادر ديال الشوف، هامو الله يخلف على فرانسيس، الله يخلف عليهم ساكن هادو نضادر ديال الشوف، حيت ما كنشوفش مزيان في التلفازة ولا في التليفون. المهم اقترحوا عليا نتوما شي فكرة جديدة، كنصبر باش ندو شي فكره جديده ان شاء الله، بلا عيالات، بلا داك نساو داك ولد الهينويه وداك الزمان. والله جيم با، والله بحال كتعطيهم واحد لافالور ما يستحقوش، هادشي علاش. من تحيه ليكم، ديروا ابوني وديروا فعلوا الجرس وديروا لايك، ديك لايك راه مهمه، ديك لايك مهمه. يعاود لي واحد بلجيكي اصلو من أشكو من مصر، لا ما عرفت من السؤال، قال لي هذيك لايك زينة، ديروا لايك باش يطلع الفيديو عند أكبر عدد من الناس، فهمتوني؟ قولوا لي أشنو بغيتو في لو كونسيبت، واش نبدل، واش نبقى، واش كذا، واش المهم أي كونسيبت يعجبكم مرحبا، التحية لكم، شكرا لكم، الله يحفظكم يا ماشي، السلام عليكم، أحبكم، السلام عليكم.